مجموعة من المديريات يعني تجسد أشكال النضالية مع إضراب يومي 1 و2 فبراير تنديدا بالأحكام الصادرة في حق 10 أساتذة وأستاذات الذين أدينوا بتهم جنائية وتم الحكم عليهم ب10 سنوات في المجموع موزعة على 10 أساتذة بمعدل يعني سنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ وأستاذة. محاولة الدولة هنا تجريم الحق في الاحتجاج والإضراب، إذا نعبر اليوم على أننا مستمرون من رغم كل أساليب التجريم والحظر هذه المسلطة على نضالات التنسيقية الوطنية، كما نعبر على استمرارنا في معركة إسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بعيدا عن كل مساومة خسيسة وعلى رأسها اتفاق الدل اللي طرأ ما بين البيروقراطيات النقابية يوم 14 يناير والحكومة والقاضي بتفكيك النظام الأساسي ديال الوظيفة ديال موظفي الوزارة والقضاء عليه واستبداله بنظام أساسي جديد خارج الوظيفة العمومية. إذا ذلك الاتفاق لا يعنينا بل نعتبره ضرب مباشر في مطالب التنسيقية ومطالب الشغيلة التعليمية عموما، وأن المعبر الحقيقي لمبادئنا هو الشارع، وأننا سوف نظل نناضل من أجل كافة حقوقنا بدون تنازل على الحق في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، الإدماج في النظام الأساسي الموظفي الوزارة ضمانا للحق في الوظيفة العمومية كحق مكتسب أو تاريخي للشغيلة التعليمية، وكذلك ضمانا لمجانية التعليم. برنامجنا النضالي هو برنامج تصعيدي، مستمرون في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وهذا الأمر لا يجب أن يفهم بأنه رهن التلميذ أو مصلحة التلميذ في مطالبنا، لأننا نعتبر بأن الحق ديال التلميذ يكمن في مجانية التعليم في مدرسة عمومية جيدة في أستاذ يتمتع بحقوقه، والضامن لكل هذه الحقوق سواء حق المتعلم في الزمن المدرسي أو في النتائج أو في مدرسة مجانية، وكذلك الضامن لحقوق الأستاذ هو الوزارة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الأسر المغربية، وعلى الأسر المغربية أن تعي هذا الأمر جيدا وتتوجه للمسؤول المباشر اللي هو الوزارة وتحتج عليه. هذا جانب. وكذلك برنامجنا النضالي هو ممتد على امتداد شهر فبراير، عندنا إضراب كذلك يومي 20 و 21 فبراير مع أشكال جهوية وقطبية، ثم إنزال وطني في العطلة في مارس يعني في اليوم الأول من العطلة 13 مارس بالتحديد في مدينة الرباط، تعبيرا منا بأن التنسيقية ستظل في الشارع تندد وتحاول يعني فرض شروط الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحقيق مطالبها كاملة، ولن تتنازل عن قيد المولى على أي مطلب، ولن يرهبنا لا الاعتقالات ولا المحاكمات ولا الاقتطاعات والسرقات من الأجور ولا كل أشكال القمع والترهيب التي تمارس على نضالة الشغيلة التعليمية، أننا مستمرون حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.